كمين شرطة، كمين العجيزي، مجموعة إرهابية مسلحين تقريبا ملثمين 4 أو 5 عربية دخلوا فتحوا النار على أفراد الكمين، في 2 من شهداء الشرطة وفي 5 مصابين منهم 2 مدنيين. ده الكمين اللي قدام حضراتكم بعد ضربه طبعا على موقع صدى البلد، والإجراء طبعا وتم وهرب المتهمين أو الإرهابيين الخونة اللي ارتكبوا هذه الجريمة. ويمكن دي من الحوادث النادرة في محافظة المنوفية، ولكن ده بيؤكد انه لانه بدأوا هم قال لك ان احنا عمليات وقادمة في الطريق والى اخر ذلك. من كم يوم كده في ارهابي اسمه خالد المصري، هوريكو كتب ايه، قال لك انتظروا صفحتي بعد شوية، بعد قليل انطلاقة جديدة، انطلاقة جديدة. وشفنا الانطلاقة الجديدة ايه هي، الانطلاقة الجديدة اهي، قريبا قريبا ستذوقون الرصاص، الرصاص سنجعلكم تبكون كالناس فابشروا برصاص صب عليكم صبا. ده يوم 17/8، الكلام ده كتبه هذا الارهابي يوم 17/8. دول عناصر جماعة، دول محدش بيعمل، خلوا بالكم فيش ارهاب بيحصل في البلد الا وبترتكبه جماعة الاخوان الارهابية. اي حاجة بتحصل في البلد فيش حد تاني ليه مصلحة انه يقوم بعمليات ارهابية الا هم، وهم بيشتغلوا على الموضوع ده ان احنا مش قادرين نعمل ايه، وعاملين حملات رهيبة جدا، يعني هو عايز يعمل كل حاجة. طلع هذا الارهابي وجاله المشاركات اللي جات عنده، فحد بيقول له ايه يعني، يعني ايه اللي انتوا بتعملوه، فقال له ابشر قريبا ستسعد. فبيرد عليه ابو محمد بيقول له في مصر يعني، قال له اه. مقاومة، قال له انتظر الفيديو بعد قليل. فبيقول له طب اعمل لي مش ايه، قال له ابشر، يعني عارف هيعملوا ايه ومخططين لايه. النهاردة بدأ طبعا على صفحته، صفحة النهاردة هي تمكنت فجر يوم مجموعة من الإرهابيين من استهداف أحد اللي هو في المنوفية، ده اللي هو عمل هذا الكلام كويس، معاه حد تاني اسمه عز الدين دويدار أحد الإرهابيين أيضا اللي شغال على صفحة إعلام المقاومة أو الإعلام بتاع الجماعة الإرهابية، جماعة الإخوان الإرهابية. احنا بنعرض الكلام ده ليه؟ عشان نقدر نعرف البلد ونعرف اللي بيحصل في البلد.